وشدد الرئيس السيسي على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب المجتمع الدولي وإدخالها إلى الأمم المتحدة. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا بقصر الاتحادية، أكد الرئيس السيسي على ضرورة إحياء مسار السلام وأن يكون هناك حل للدولتين، ولابد من التعامل مع هذه القضية بواقعية وموضوعية حتى يتم التوصل إلى حل ينهي الألم. أيضا على مرحلة ما بعد الحرب، وأهمية أن أنا بقى مش هقول إحياء مسار حل الدولتين، لا، إحياء المسار ده فكرة على مدى 30 سنة استنفذت ولم تحقق الكثير. إحنا كمان عايزين نكون واقعيين وموضوعيين في الحل لهذه القضية التي تتسبب في ألم. إحنا النهاردة بنتكلم على 5 جولات صراع تمت خلال 17-20 سنة اللي فاتوا، سقط فيهم من الفلسطينيين ما يقرب من 27,000 مدني، أغلبهم من النساء والأطفال. 27,000 مدني سقطوا خلال ال5 جولات صراع. أرجو أن احنا ما يعني لا نغفل ذلك، وأن أسبابه هو أن الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية كان دايما ما بيصلش إلى تحقيق المأمول بأن يبقى في دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو وعاصمتها القدس الشرقية جنبا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية. وقلنا أن إحنا مستعدين يبقى هذه الدولة منزوعة السلاح، وأيضا في ضمانات بقوات، سواء هذه القوات من الناتو أو قوات من الأمم المتحدة أو قوات عربية أمريكية زي ما أنتم عايزين، حتى يبقى نحقق الأمن لكلا الدولتين، الدولة الفلسطينية الوليدة والدولة الإسرائيلية. هنا بنتكلم على ان احياء المسار قد لا يكون هو الامر المطلوب بعد اللي احنا شفناه. نتائج تعثر هذا المسار على مدى 30 سنه بيقول لنا ان احنا لابد ان نتحرك بشكل مختلف عما كنا عليه، وهو الاعتراف بالدوله الفلسطينيه.